جسدي بطلق في العتامة جائر، قد تسلبني عمري ولكن لن تغتال فكري، وتكتم صرخات الحناجر. طارئ أنت وعابر، وأنا الأبدي الذي تعشقه تواريخ الضمائر. يا سارقا ألق البراءة، ومشرعا خطط الدناءة، في محفل بالإجحاف عامر، يا لابسا طهر المنائر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في متابعتنا الخاصة بشأن انتفاضة تشرين المطالبة بإسقاط النظام في موجتها الثانية، حيث يتواصل العصيان المدني والإضراب العام وسط تبرير رئيس الحكومة عادل عبد المهدي باستخدام العنف ضد المتظاهرين، بينما تستمر السلطات الحكومية بقطع خدمة الإنترنت للتعتيم على قتل واختطاف الناشطين والمشاركين في التظاهرات. مشاهدينا الكرام، نرحب بضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي. دكتور رافع، مرحبا بكم. اهلا بك. وسيلتحق من بغداد الناشط في تظاهرات بغداد الاستاذ عادل حاتم. مشاهدينا الكرام، نتابع واياكم هذا التقرير. مشاهدينا الكرام، يبدو أن التقرير غير جاهز. دكتور رافع، أبدأ معكم. رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في اجتماعه الأخير يوم أمس قال إن الحكومة لا تستطيع إجراء انتخابات مبكرة دون حل مجلس النواب، وألمح أيضا إلى أن بحدوث فوضى إذا ما أقدمت الحكومة حكومته على الاستقالة، مؤكدا أن لا جدوى من الاستقالة، على اعتبار أنه في حالة استقالة الحكومة ستكون هناك حكومة تصريف أعمال، وبالتالي ستبقى نفس الوجوه. إذن ما البديل في هذه الحالة دكتور رافع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ محمد، يعني ربما من عام 2003 لحد الآن العقلية التي تحكم العراق هي تصرفاتها وخطاباتها واحدة متشابهة. منذ عام 2003 وما بعدها، منذ احتلال العراق وما بعدها، كانوا يحذرون الذهاب إلى المربع الأول. طيب، يعني لا تخرجوا تظاهر، لا كذا، لا تخرجون على هذه الدولة وهذه السلطات، لأن هذه السلطات جاءت من أجل المظلومية وكذا، لأن الخروج عليها ذهاب إلى المربع الأول. طيب، وسمعناها كثيرا في تظاهرات عام 2011، 25 شباط 2011، كان المالك يتحدث به سنذهب إلى المربع الأول، والمربع الأول يقصدون الفوضى، واللي يقصدها عادل عبد المهدي سنذهب إلى الفراغ، إلى ماذا سماها؟ سماها بأنه ستكون هناك فوضى ولا جدوى من استقالة الحكومة. نعم نعم، أنه فوضى موجودة، وهكذا كان الخطاب. هذه العقلية الحاكم للعراق كانت بهذا الشكل. نعم، عندما تكون هناك عقلية لحكومة أو لدولة، عقلية تنظر إلى شعبها بعين الاحترام، احترام لمصالحها، لمتطلباته، تطور عقليتها مع تطور الشعب. طيب، مع مطالب الشعب، مع رؤية الشعب، مع تطور عقلية الشعب. نعم، يجب أن تطور عقليتها ووسائلها وطبيعة تعاملها. هؤلاء ليس لديهم علاقة بالشعب. نعم، عقلية واحدة، عقلية استبدادية، تريد أن تقول نفس الحديث. نعم، عندما خرجت التظاهرات في 21 وخرج عادل عبد المهدي ليلا، نعم، يعني وألقى خطابا نفس الكلام قاله. نعم، يعني لا تذهبون بنا إلى الفوضى، إلى الفراغ. نعم، فراغ راح تودونا إلى المجهول، فراغ دستوري، فراغ. نفس الكلام الآن بعد أكثر من شهر، وبعد كل الدماء التي سالت، وبعد كل القتل والقمع والجرحى وسقف المطالب اللي وصل إلى هذا، وبعد أن خرج العراق كله في هذه التظاهرات، نفس الخطاب. نعم، لا تذهبون بنا إلى المجهول. أي مجهول؟
هذا المجهول يتحدثون عنه، هذا الشعب اللي خرج في هذه الانتفاضة شاهد في المجهول أملا في الحياة لم يشاهده طوال 17 سنة من حكمكم. طيب ما شاهد أمل، ما شاهد، أنتوا قفلتوا عليه الآفاق كلها بأحزابكم بميليشياتكم بسرقاتكم بالفساد بالخراب بالدمار اللي حل بالعراق بتحول العراق إلى مطية للآخرين، الكل تركب العراق. طيب. إيران وأمريكا والدول وأجهزة الاستخبارات، والعراق مفتوح لكل القوات تعبث به، والشعب العراقي هو من يدفع فاتورة كل هذا الضيم. نعم. وهؤلاء يعني في بحبوحة عمارات وأرصدة بالبنوك وأولادهم في أحسن الجامعات وأحسن البيوت وأحسن الفيلا وخارج العراق، وغالبيتهم عوائلهم وياهم. نعم. غالب عوائلهم برا خارج العراق، والشعب طيب. هذا يزداد فقر وبؤس وأمراض وقهر وضيم، والصحة عنده انتهت. نعم. كل وسائل الصحة، كل مستشفياته، كل مراكز الصحة كلها انتهت. نعم. المدارس في أسوأ حالاتها، التعليم في أسوأ حالاته، الخدمات في أسوأ حالاته، كل شيء في أسوأ حالاته، والعراق بكل القوائم الدولية هو الأسوأ بالفساد، هو الأسوأ بالخدمات. مدينة بغداد هي أسوأ مدينة في العالم مع صحيح. الأسف هذه من الجواز العراقي أسوأ، الجواز العراقي أسوأ. نعم. حياة العراقيين هي أكثر بؤساً. بالضبط. يعني هذا الشعب الجميل اللي علم الناس الحضارة هو أكثر شعوب الأرض بؤساً. نعم. هذه كارثة، من وصل لهذا المستوى؟ هذا اللي يسموه تغيير، هم اللي يسموها بالعام 2003. نعم. هذا ما له علاقة بنظام وراح نظام، لكن له علاقة باحتلال جاء للعراق وجاء بهؤلاء. طيب. الذين. نعم. قالوا أنه يعني إحنا جئنا من أجل، فبالتالي يتحدثون عن الفراغ طوال هذه 17 سنة. الشعب ينتظر، وطلع تظاهرات كثيرة ينتظر فرج ما موجوده. نعم. لقى الحاضر والمستقبل مقفل أمامه وانتهت، أقفلوا عليه كل الأبواب، بالتالي خرج المجهول اللي يتحدث عنه عادل عبد المهدي ونوري المالكي وكل. نعم. هذه القوى، هذا المجهول الشعب شايفه ويرى في المجهول أنه عندما يزيل ذولاك مو مجهول، معلوم معلوم، وهو سيبني العراق فيه. وهذول اللي استطاعوا خلال أيام أن يعطون مثل للعالم كله صحيح. بقدرتهم على التكيف، بقدرتهم على الصمود، بقدرتهم على الخطاب، بقدرتهم على تقديم صورة راقية لشعب راقي. نعم. العراقي هؤلاء قادرين أن يصنعون بلد، قادرين أن ينهضون بهذا البلد من هذا الرمال. نعم. فبالتالي ما يخوفهم المجهول، مجهول عندهم معلوم، المجهول لدى هؤلاء الذين يحكمون العراق، لأن المجهول وراها سيقادون إلى المحاكم. هذه الفلوس اللي فزوا بيها والدماء اللي سفكوها. نعم. كلها سيحاسب. طيب. سيحاسبون عليها. طيب. دكتور. هذه القضية. أنتقل إلى بغداد، من هناك الأستاذ عادل حاتم الناشط في التظاهرات. أستاذ عادل مرحبا بكم. مرحبا، شكرا. أهلا بكم أستاذ عادل. لو تصف لنا أوضاع ساحة التحرير اليوم بعد ليلة حاشدة بالأمس تظاهر فيها مئات الآلاف، ما هو الوضع في ساحة التحرير بشكل خاص؟ يعني التحرير بشكل عام أصبحت بغداد، أصبحت العراق، عراق المستقبل، اليوم القادم اللي تأخر كثيرا. حاولت هاي الأنظمة، الأحزاب، ميليشياتها حاولت أن تسرق، حاولت أن تعدم الدفنة. الآن إحنا حفرنا كل تجربتهم، كل أوساخهم أزحناها وحولنا ساحة التحرير إلى يوم قادم، وهذا اليوم القادم قريب. ساحة التحرير أصبحت العراق ومستقبل العراق. نعم. بالأعداد، بالناس، بكل ما موجود في الساحة يمثل العراق باختصار جدا. نعم. فالأعداد والاستعدادات هذا موضوع أصبح طبيعي جدا، يعني ما حد يسولف به. إحنا هنا قلنا ما نسولف به. نعم. دائما نسولف وين وصلنا وين الخطوة الأخرى اللي راح نوصل لها، شلون عدنا في السنة إلها، شلون ننظم، شلون نرتب. وعدنا طبعا لقاءات ودوريات مستمرة، لقاءات دورية. يعني البارحة كان عدنا لقاء بالتحرير، حضرته مئات الشباب يعني ممثلين عن الخيام، عن ممثلين عن جهات مختلفة اللي هي تملي الساحة، وبدينا نسولف وبدينا ننظم. نعم. ونحدد المطالب، لأن المطالب بالمئات إذا مو بالآلاف، وهذا شيء كبير. بدينا نخلي سقف مطالب محددة هي بداخلها
كل التفاصيل الأخرى اللي يريدها. نعم. التحرير باقية ومستمرة رغم الاستفزازات اللي تصير من طرف الآخر، وخاصة هذا الرجل اللي بدأ يهجر، يعني يهدي بدأ يهدي هذا الرجل. نعم. ما أعرف حتى يعني قمنا نستغرب من 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 تصرفاته، من سلوكياته، من اللغة اللي يتحدث بها، وكأنه في عالم آخر، وكأنه مجساته استخباراته. نعم نعم أستاذ عادل. أستاذ عادل، على ذكر الهذيان، أنت قلت بأنه عادل عبد المهدي يهدي. دكتور رافع، عادل عبد المهدي يقول الإجراءات الأمنية واستخدام العنف ضد المتظاهرين العزل، يقول بأنه بعض الدول تستخدم أقسى من هذه التي استخدمتها الحكومة، وأشار إلى أن القوات الحكومية في موضع دفاعي وليس هجومي. إذن هنا من المسؤول عن سقوط 500 شهيد وألاف الجرحى؟ من يتحمل المسؤولية؟ ما هم أستاذ محمد والأستاذ عادل الآن قبل قليل كان يتحدث لك أنه يعني هذا هاي ساحة التحرير حولوها إلى يعني غد العراق. نعم. وإلى يوم العراق، هذه هي الحقيقة. 17 سنة صدعوا رؤوس العراقيين بالحديث عن الديمقراطية. نعم. أنه جاءوا بالديمقراطية وبالحرية والانفتاح والناس تعبر عن رأيها، وعندنا 500 جريدة وعندنا 400 محطة فضائية وهذا الكلام. نعم. الفاضي. بالمواجهة أثبت أنه كل هذه المحطات الفضائية هي تخدم مشاريعهم وتخدم ميليشياتهم وأحزابهم، هذه النتنة اللي فازة اللي خربت العراق وسرقته. نعم. وهذه الصحف غالبيتها هي مشترات منهم وتمول من عندهم. بالضبط. وبالتالي هاي كذبة الديمقراطية، كذبة كبيرة الديمقراطية، واعتقدوا أن يضحكون على الشعب، هذا الشعب المثقف، الشعب الجميل اللي عمقه بالتاريخ 8000 سنة، اللي دائما رحم الشعب، هذا الرحم. نعم. ولود وجاب لنا هذا الجيل الجميل. نعم. الرائع من المثقفين، من القدرات على القراءة، اللي كان كل العالم يتوقع أنه انتهى هذا الجيل والعراق انتهى. نعم. وإذا بهذا الجيل يخرج من أجمل ما يمكن بثقافته وأخلاقه وعراقيته، هاي عراقيته. نعم. الصادقة. نعم. فبالتالي الديمقراطية كذبة. عندما خرجوا الناس واجههم بالرصاص والحديد، وانت تحدث لي عن 500 شهيد و10000 جريح و5000 6000 وقبلها اغتيالات للناشطين وغيرها. ما نريد يعني ربما اعطي مثال واحد صغير ربما استاذ عادل يفيدنا في هذا الموضوع. يعني من يتحدث عادل عبد المهدي بهذه اللغه، وحقه استاذ عادل يقول انه هذا الرجل يعني نستغرب من كأنه مغيب في عالم آخر. عندما يتحدث أنه هذه القوات الأمنية تحمي المتظاهرين، كيف تحمي المتظاهرين؟ خرج واحد وكنا شاهدناه بالشاشات بالفيلم، طفل صغير، ولد شاب صغير بعده يمكن متجاوز عمره 15 سنة، يعني على الساتر اللي أمام دجلة، قفز أمامهم يعني فقط يعبر عن فرحه. نعم. في رقصة صغيرة. نعم. لم تستغرق 5 ثواني. بالضبط. وإذا بالقناص يضربه ويقتله. صحيح. طيب هو يتحدث أنه هم ذول المتظاهرين هم من يكيلون الأذى للقوى الأمنية أي ماذا فعل هذا؟ هذه الرقصة مالته، هذه التعبير بجسده عن فرحته بوجودهم هنا، هذه أثارة القوى الأمنية، ويحقد أي حقد في قلوبهم. نعم. بهذه الطريقة يقتل بهذه الطريقة. فإذا هذا الكلام ماله كلام عبثي معيب رث لا يمكن قبوله. نعم. الآن وهذا. نعم. الشعب الآن واعي وخرج الآن يعرف الشعب. يعني سمعت قبل يومين واحد من المتظاهرين يقول هذه يعني إحنا وياهم لو يقتلون الشعب لو ننتصر لو يقتلون الشعب لو إحنا. نعم. لو هم. نعم. والحقيقة وصلوا الشعب إلى هذه الحالة. كان ممكن ان يبنون ديمقراطية، كان ممكن يبنون، لكن يسرقون الشعب 700 مليار 800 مليار يسرقوه الشعب. نعم. مليان قهر وامراض وامية. هذا العراق الجميل. نعم. الان ب 6-7 ملايين امي لا يقرا ولا يكتب. صحيح. ب 10 ملايين فقير هم يتحدثون عن. نعم. هذا 10 ملايين فقير ياكلون من المزابل، هذا. نعم. الشعب الغني يقفون على اغنى قطعة ارض بالكون وهم بهذا الشكل. نعم. يأكلون من المزابل وينتظرون بقايا المزابل. هذا. طيب. الشعب إلى كرامة إلى خلقة، هم كانوا يعتقدون أنه يغيبوه بهذه الشعارات. نعم. الوهمية والكذب. طيب. وعليا بالتالي الديمقراطية مكشوفين كثبت. دكتور هم. نعم. مكشوفين حتى في توجهاتهم. نعم. أستاذ عادل، يعني يا ريت لو تحكينا شلون قابل المتظاهرين كلمة عبد المهدي وذلك في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس،
وصف بها المتظاهرين بالقلة التي لا تمثل العراقيين، ما هي ردود فعل ساحة التحرير على كلام عبد المهدي؟ الحقيقة خلنا أقول لك ردود فعل المتظاهرين على الكلمة اللي سبقتها، نعم. إنه رسالتكم وصلت ورجعوا لبيوتكم، قتلها كم يوم إذا تذكرون، نعم. هذه الكلمة الباعثة، نعم. رجعوا يعني خلص، وكأنه طالعين إحنا شغلة بسيطة وفرحة وعرف زفة وخلصت الزفة ورجعوا. كان رد الفعل على هذه الكلمة، حتى أكمل بعدين على ردود، نعم. الفعل، نعم. ردود الفعل على الهذيان مال البارحة، من رد الفعل مالته تعرف شنو اللي سويناه؟ نعم. الشباب قدروا يعيدون المصعد اللي سميناه الآن جبل أحد، نعم. مصعد ماكو مصعد، المهندسين العراقيين الشباب بدأوا يشتغلون وبدأوا يساعدون المصعد، هاي واحد. بدينا من البارحة بدينا نشتغل بتأسيس خزانات مي على الأرض وماطورات صاحبات مي للطوابق كلها، وكل طابق بنينا به طابق كامل يعني تقريبا من 5 إلى 10 تواليت كل طابق. هذا اللي نقول لك ارجع، قلنا له اوكي راح نرجع ونشوف من اللي يرجع، انتم لو هو، هاي ردة الفعل. وبنفس الوقت الشباب اشتروا البرحة، حتى دفعنا فلوسها لبناها من عندنا سارية وعلم عراقي، وبدينا وطلاب المدارس كشافة، والخميس يوم الخميس مو صحيح؟ نعم. أنا ضاعت علي، نعم. يوم خميس مو؟ أي اليوم أربعاء، أربعاء اليوم باشر خميس، نعم. إذا أقول أنا الأيام بالنسبة لنا مو مشكلة أسمعها، نعم. السارية وعلم، وباشر راح يصير يعني العلم العراقي، السارية العراقية مو مالتهم، مالتنا، راح تنصب فوق بالقمة، نعم. وراح تعزف النشيد الوطني للشهداء، وطلاب المدارس هم راح يديرون هاي العملية، نعم. وراح نسجلها إن شاء الله وراح تعرف. هذا هو الرد على الهيلان هذا الشخص، نعم. هذا على كلمة واحدة سابقة قالها، أما البارحة والهذيان أنا فعلا هذيان، يعني ما أعرف هذا الرجل بغيبوبة في عالم آخر، ما أعرف مجساته، هاي الأحزاب اللي انتشر أيضا وإلها وجود بنصمة وتسجل كل شيء، معقولة ما يوصله هذه التفاصيل الصغيرة؟ معقولة ما يعرف أنه هذا الناس، هذا الجيل ما ممكن ينسحب، هذا الجيل ما ممكن يهزم، ما ينهزم، ما ممكن، لا مرجعية تأثر عليه، ولا صوت حزب ولا تيارات ولا أي طرف ممكن يأثر بلحظة على هذا الجيل. فهو يعني أنا ما أعرف، المفروض يفكرون ولو للحظة بالطريقة اللي يفكر بها الشباب، مو بالطريقة الساذجة اللي يفكرون فيها، يعني هم يفكرون بطريقة غبية عن الشباب، نعم. وهي هاي الكارثة. لحد الآن هم في وادي وهذا الجيل في وادي آخر. البارحة واليوم بدأت منظمات إنسانية وعالمية وأمم متحدة وحقوق إنسان بدأوا يتفاعلون هذه المرة بشكل جدي، وبدأوا يريدون من عندنا مطالب، تريدون حديث أو مصالحة وطنية، حتى كانت مضحكة، مصالحة وطنية مع من؟ مع لف 16 سنة يسرق ويقتل، أنا ماكو طرف آخر ربع وطني حتى نتفهم ويا وعيد للوطنية، لا أكو لصوص ويعني دخلاء ذيول، طيب. ما عندي كلمة وياهم. طيب أستاذ عادل، أرجو أن تبقى معنا. دكتور، هناك موقف أمريكي، يعني وزير الخارجية مايك بومبيو يقول إن المتظاهرين في العراق ولبنان يريدون استعادة بلدانهم من النظام الإيراني. أيضا الولايات المتحدة في موقف لها شجبت قتل وخطف المتظاهرين العزل وتهديد حرية التعبير في العراق. هل نفهم من هذا أنه ربما يكون أشبه بالضوء الأخضر بأن الولايات المتحدة تقف مع المتظاهرين؟ والله أستاذ سالم محمد، وأعتقد هذا رأي كل المتظاهرين، نعم. هؤلاء الشباب، هاي العقليات الجميلة الرائعة، هاي العقليات العراقية اللي تحدث فيها
استاذ عادل اللي يمثل جزء من عندها عقلية جميلة ورائعة. نعم. هؤلاء لا يعولون على الخارج ابدا ولا يعولون على امريكا، وعندما خرجوا لبذهنهم لا امريكا ولا ايران ولا الدنيا كلها، وهم عارفين طيب خارجين وهم يقفون مو ضد هذول العصابة المنطقة الخضراء وأحزابها وميليشياتها، لا هم يقفون ضد أمريكا وضد إيران اللي تدعم هذا النظام البائس الرث هذا اللي من 17 سنة اللي يسرق العراقيين ويضعف العراق واللي خلى العراق بهذا المستوى. طيب. خلى العراق ضحوكة للعالم مع الأسف، وهذا العراق اللي كان منارة وجميل وهذا تاريخه. نعم. فالتعويل عليهم الآن وفي أي وقت ما مطلوب، التعويل والاتكاء دائما على هذه العقليات، على هذا الشعب هذا الشعب الرائع اللي يقول عنه أستاذ عادل لن يتراجع، وهو فعلا لن يتراجع. قدم كل هذه، يعني لو نتذكر يعني القريب من واحد بالشهر 11 كيف خرجوا وكيف كان القتل وكانت الدماء تسيل، والبعض كان يقول انه هؤلاء مستهترين بالحياة، هم على العكس من ذلك. نعم. هم كانوا يحبون الحياة، يعبرون عن حبهم للحياة، يعني عندما كانوا يتساقطون شهداء ويستمرون بالمضي في الطريق ويقتل واحد ويمشي ويقتل الآخر ويحملوه، كانوا مصرين على الحياة. هؤلاء في إصرارهم على الحياة لا تهمهم، لكن هم يسعون إلى أن يحضر العامل الدولي، مو لأجل شيء، مو لأجل أن يقوم لهم ثورتهم، مو لأجل أن يبني لهم عراق، لا هم يبنون العراق. يعني العامل الدولي دكتور ما راح ينطي زخم أكثر للتظاهرات؟ نعم، هم 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 يستحضرون العامل الدولي بصمودهم. طيب. بإرادتهم. عندما يذهبون إلى 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 الإضراب العام، عندما يشلون هاي الدولة. نعم. عادل عبد المهدي وغير ارجعوا لبيوتكم خلاص كافي. نعم. الفقراء والمساكين، يعني انتم تأذون الفقراء، اي فقراء مساكين؟ هم ذول اللي خرجوا هم الفقراء والمساكين. صحيح. انت على من تضحك؟ هؤلاء خرجوا من ضيمهم، هم الفقراء والمساكين والكسبة والطلبة واصحاب الفكر، هم ذول بالشارع. انت عن من تتحدث؟ يتحدث عن شعب اخر بالمريخ ما اعرف وين. نعم. تحدث وياهم يضحك على نفسه ولا يضحك عليهم. هؤلاء يعني ربما نكتة، وبالتالي قمنا نشاهد نكت الآن باللافتات اللي يحملوها نكت. نعم. على نعم. على هؤلاء الشخصيات الحقيقة. نعم. لأنه شخصيات مضحكة كرتونية عندما تحدث مع الشعب بهذه الطريقة، وكأنه الشعب يعني قاصر وهم الجهة التي ترعى لهذا. أنتم موظفين عند الشعب، والشعب اللي قاطعكم بالانتخابات الأخيرة 82% وجه لكم رسالة قال لكم إحنا وياكم المنازلة قادمة. لكن هم ما افتهموها للرسالة. الآن هاي الرسالة. نعم. الآن هاي الرسالة على الأرض. نعم. 82% من قاطعة. صحيح. ما كانت المقاطعة عبثية وهكذا طبعاً. أمشي. لا، كانت رسالة واضحة أنه إحنا وياكم بعد فترة راح ننزل للساحات. نعم. ونزلوا لهم بالساحات. هذه هي العقلية. نعم. الطبيعية والمنطقية. طيب. نعم. أستاذ عادل، حرق صور الخميني وخامنئي وقاسم سليماني، أيضا في محافظة كربلاء رفع العلم العراقي على مبنى القنصلية مكان العلم الإيراني، أيضا أصوات المتظاهرين في ساحات التظاهرات بإخوان سنة وشيعة، تعتقد أن كل هذه الأفعال أقلقت الحكومة وأقلقت العملية السياسية وحتى الأحزاب الدينية؟ لا بالتأكيد كل هذه الأصوات، كل هذه الممارسات اللي احيانا احنا ما نوافق عليها. نعم. يعني ما نريد نعبر على مناطق او خلينا نسميهم ضيوف، وحتى لو كانوا سيئين في ربما ما نريد نوصل لهذه المرحله، لكنه المشكله مو يمنا ولا بطبعنا ولا باخلاقنا ولا بمواقفنا، المشكله باستفزازهم المتواصل. شاب منفعل، شاب يعرف منو اللي حارقه ومنو اللي سارقه، وانت تقدر تطلع بالتلفزيونات وفضائياتك وتتهم انه هو انجليزي او تتهم انه بحثي او مخرب، هذا استفزاز، هذا يعني قولتنا تدوس بقلبه، ايش تتوقع منه؟ يروح لك للسفاره ويحركها ويعلق العلم العراقي ويثبت عراقيته ويقول لك اللي تقوله عني كذب، هذا انا، هذا هويتي. فبالتالي احنا ما نريد نوصل لهم، هذول اللي اصبحوا من منسيين خلفنا خليناهم، هم يستفزون، واي استفزاز منهم الشباب صراحه ما حد يسيطر عليهم، ما حد يقدر، رغم انه في كل صغيره وكبيره يسالون
ويستفسرون وش نسوي وش اللي شنو اللي ردة فعلنا على هذا، رغم هاي في لحظات معينة يفقدون السيطرة لأنه مو مضغوطين، مسروقين من كل شيء. نعم. ومفجورين، وبالتالي صعب السيطرة عليهم. أما طيب. نعم. صور هاي الصور البائسة أعتقد إن مسحت من الأيام الأولى من الشوارع مالتنا وتعلقت صور شهدائنا مال التحرير هسه. لا ماكو صور بالشارع غير صور شهدائنا، ماكو صور في المناطق العالية غير صور شهداء التحرير، والباقي كلها انزاحت، كل الصور كل الرموز ما تلقى صور، يعني ما تلقى ما تشوفها. كان شارع بغداد والمحافظات تمشي من محافظة ومحافظة على مد البصر البوستات مالتهم معلقة وبأحجام مختلفة، الآن ماكو كلها راحت. وهذا أيضا بالمناسبة خلي تكون واضحة، اليوم الصور في الشوارع العراقية في المناطق بالساحات الاحتجاج صور الشهداء فقط، صور هم فقط، خلي يكون واضح أيضا هاي الصورة. نعم. ما عندنا غير صور ولا نقبل غير صور، صور والعلم العراقي طبعا هو هذا اللي سلاحنا الوحيد. طيب دكتور رافع، عفو آسف للمقاطعة ولكن أنتقل إلى الدكتور رافع. دكتور رافع المالكي في خطابه يدعو حركة الاحتجاج إلى تشكيل وفد وفرز المطالب وتوحيدها والدخول بحوار حقيقي مع الأطراف المخولة من الحكومة لتحقيق مطالب المتظاهرين. بعدها هذا الكلام للمالكي، بعدها يتفق الطرفان على طرف ثالث ضامن سما للاتفاق يلتزم ويراقب بنود الاتفاقية. من الطرف الثالث برأيكم دكتور؟ قبل الطرف الثالث أستاذ محمد، لو كان يعني هناك قليل من حياء، قليل من كرامة، من إنسانية، من خلق، ما يطلع واحد مثل المالكي يتحدث ويا الشعب. 8 سنوات ويحكم الشعب، سرق الشعب وسرق آماله، فرقه ومزقه وقتله وراحت مدنه وكل شيء سيء فعله. طيب الآن بعد كل هذه 8 سنوات يجي ينصح الشعب ويريد من الشعب يروح يتفاهم مع من يتفاهم؟ مع من يتفاوض؟ وقبل شوية قال أستاذ عادل قال مع من نتفاوض؟ 17 سنة هم يسرقون، هم خربوا العراق، جاءوا بكل القوى الخارجية لتحكم بالعراق، إلا العراقي ما يحكم، إلا الشعب العراقي هو المطية، هو اللي يجب أن يدفع كل فاتورة قذاراتهم. نعم. مع من يتفاهمون وعلى ماذا يتفاهمون؟ الشعب من البداية من أول يوم قالوا لهم اسقطوا النظام وما نريدكم، ما نريدكم، خلينا نبني حاضرنا ومستقبلنا، اعطونا فرصة. نعم. خلينا نعيش كافي، 17 سنة سرقتونا أحلامنا وسرقتونا حياتنا وسرقتونا كل شيء، هجرتوا العالم 5 ملايين 6 ملايين من خيرة العراقيين خرجوا. نعم. برا، وهذا بعثي وذاك ما أعرف منه، وهذا وهذا رث، وهذا بهذه الألفاظ، وهذا إرهابي وهذا ما أعرف منه، وكافي خلص. يطلعون الشباب ذولا الصغار ذولا بعثية ما أدري منه، شيع انجليز، وصلت إلى شيع انجليز. شنو شيع انجليز؟ نعم. هو العيب موحدي كرمان خطيب طهران. نعم. نعم. بهذه الطريقة، وهناك من يهلل له ويرقص له من هذه الأحزاب و... نعم. وينظر على العراقي، لا تنظرت ذول الى الى ثقل عادل عبد نور المالكي، الى ثقل كل هذه الطبقه الحاكمه الان، كل هذه باحزابها، كل عمليه سياسيه، ما له ثقل. طيب. هذا الشعب خرج هو يقول لهم انتم انزاحوا خلينا نبني، اتركونا خلاص، انتم 17 سنه ارتكبتوا ما لم يرتكبه احد. نعم. خلاص كافي، ما نريدكم. هم يقولون تعالوا نتفاهم، تعالوا شكلوا وفد ونتفاهم. نعم. على ماذا يتفاهمون؟ نعم. ومع من يتفاهمون؟ مع واحد ايديه يعني مغمسه بدمائهم، قتلهم. صحيح. وسرقهم، بايق وحرامي وقاتل، وتعال نتفاهم احنا وياكم على ماذا تتفاهم؟ حتى تعطينا يعني بدل كيس العدس تعطينا تمن ومع. نعم. هذا كلام معيب. انت سرقت احلامهم، سرقت غدهم، سرقت قدرتهم على الثقافه، قدرتهم على التطور، قدرتهم على بناء بلد يحترمه بالخارج. ليش الجواز العراقي الان في كل المطارات مكروه؟ ليش العراقي مكروه في كل مكان؟ صح. وكانه فيروس داخل. نعم. في كل مطارات الدنيا، في كل هذا العراقي الجميل الرائع اللي عقله يزن 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 ما اعرف ايش قد،
الفلاح مالته الأمي يعرف ماذا كيف يحدثه وكيف ينظر للحياة بنظرة منطقية وعقلانية. أنت وين مع من وصلنا إلى هذا الحال؟ دكتور باعتقادك من الطرف الضامن بسرعة؟ ربما هو يعتقد أنه حزب الدعوة، حزب الدعوة أو هو الطرف الضامن أو ربما إيران ما أعرف يعني هو بفكرة هذا الطرف الضامن، يعني هو اللي يتحدث بهذه اللغة وهو مرتكب كل هذه المصايب ويتحدث بهذه الطريقة مع الشعب مصيبة. طيب. ما مو شعب يجربه بال 25 شباط وغيرها وغيرها وشلون يتعاملوا يا الشعب هسه الآن عاقل هو وينصح ينصح. طيب أستاذ عادل، مثل ما تعرف وأنت مواكب للتظاهرات، بدأت الانتفاضة بالتظاهرات بعدين صارت اعتصامات، أيضا اليوم الرابع على التوالي هناك عصيان مدني، باعتقادك وأنت قريب مظاهرات أو انتفاضة تشرين دا تسير بالطريق الصحيح حتى هذه اللحظة؟ طبعا هذا من الشغلات اللي بدينا من البداية نفكر بها. نعم. لو نمشي بالطريق الصحيح ونوصل لو ننهزم مثل كل مرة، والخطوات اللي فكرنا بها ببساطة يعني بدون قيادات بدون كذا، مجرد نشاطات هنا وهنا، توعية بسيطة. والحقيقة لا، أكو قضية لازم تعرفوها، ما أعرف لا تعرفوها، هذا اللي صار، هذا الوعي الجمعي وهذا الشباب الموجود هو مو مجرد لحظة انفجار أو لحظة صيرورة، لا احنا 6 سنين نشتغل بالقشلة، قشلة المتنبي وأي فضائية بإمكانها أن ترجع لهذا التاريخ 6 سنين، راح تعرف شنو الدور اللي أدته هاي المنطقة، هذا المكان الفسحة اللي رغم صغرها كان فعلها كبير جدا. وأنا يعني مرات من أرجع للبيت أروح أنام مطمئن مرتاح، لأنه أعرف ماكو شيء يهدد الانتفاضة، ما حد يقدر يهددها بعد، ما تحتاج أي واحد يوقف ويعيد معنويات أو يقوي النفوس أبدا، هي وحدها، هي كل واحد بيهم هو نبتة، هو شجرة زرعت وخضرت وظللت على الجميع. الانتفاضة متواصلة وما ممكن تتراجع. أنا قلت لك لهذا الجيل ما يقبل غير حياته، ما يقبل، جاي يريد حياته، ما عنده شيء، حياته بالطرف الآخر سجينة مسروقة وجاي ياخذها، جاي يرجعها يوم يومين اسبوع اسبوعين، عنده استعداد المواصلة والاستمرار. وطالما الناس لا زالت تمدنا بكل ما تشتهي، يعني الزلابية مثلا، التمر، الحلويات، الكليجة، هاي أكلات عراقية، هاي يومية تجينا الحلويات، يعني أكو هذا هو، هي مو بنوعيتها، لكنه تحس أكو أمهاتنا، زوجاتنا، بناتنا، أخواتنا، كلها موجودة، كلها دا تجيك. النساء السياحة للأكل العراقية اللي جنوية سومرية، سياح أكو اسمها، هذا من الرز، تمن طحين الرز، هذه مناطق نادرة يعني، حتى مثل اللي اختفت الآن رجعت، أكلة سومرية قديمة رجعت بساحة التحرير تقعد العالم. هذه من توصل إلى هاي المرحلة لا تخاف بعد، لا تخشى أي شيء آخر، لا تفكر أنه أنت تنسحب أو تنهزم أو ممكن يخترقوك، ما ممكن، حتى بعض الأحيان يحاولون بس لحظات يحسون بعزلة، يلمون ما يجوا بي وينسحبون بهدوء بدون حتى ما احنا نشير لهم، بدون ما نزعجهم او نخوفهم، هم يحسون بخجل وينسحبون. صدقني حاولوا بعض المكبرات الصوت. استاذ عادل استاذ عادل اريدك تجاوبني بشكل سريع حتى ارجع للدكتور رافع، يعني مثلا المطعم التركي قمة جبل احد اللي اطلق عليه المتظاهرين، لو كان الحكومة مكلفة دكتور، لو كانت الحكومة مكلفة باعمار المطعم التركي لكان صرفوا عليه المليارات وبالتالي لن يعود الى يعني ما كان عليه سابقا.
المطعم التركي الان حتى كهرباء مصاعد بي ومي قتلي بي، مو استاذ عادل؟ يا ريت تحدثنا عن المطعم التركي الان. تواليتات صعد اشتغل معها. نعم. وصار يعني هو لا صار متحف، يعني انا متحف. من قبل اسبوع اعتقد قلت لكم راح نحوله الى متحف. نعم. الان صار متحف. نعم. وراح يستمر، يعني انا عندي هذا الاحساس مالتي باعتبار مع التظاهرات من بدت من الاولى لليوم، هذه التظاهرات هذه الانتفاضه ما مو ثقه عمياء عندي احساس عجيب، يعني مطمئن تماما ما راح نرجع ولا راح نخسر ان شاء الله. ارجو ان تبقى معي استاذ عادل، انتقل الى الدكتور. المجتمع الدولي يعني مثلا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك يقول المنظمة الأممية صدمت من هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى الذين سقطوا في انتفاضة تشرين. شلون تفسر سكوت المجتمع الدولي طيلة هذا الوقت؟ طبعا هو أستاذ محمد معروف المجتمع الدولي كله بسبب الهراوة الأمريكية كله مشارك في هذه المأساة اللي حلت بالعراق. طيب. حقيقة من عام 2003 لحد الآن هذه المأساة اللي وصلها العراق وهذا الخراب والدمار والسكوت عن كل هذا الفساد وهذا الخراب. ليش التقارير الأممية بالفساد العراقي من مين كانت تصدر؟ مو من منظمة الشفافية الدولية، مو إحدى منظمات المجتمع الدولي بالضبط. مو هذه الحقيقة. الأمم المتحدة مو كانت تصدر ولحد الآن تصدر تقارير عن الوضع السيء في العراق، عن حقوق الإنسان في العراق. كل هذه المنظمات هي دولية وكثير من عندها أمريكية. نعم. وصدر هذه التقارير وصندوق النقد الدولي يصدر ان العراق ايش قد بيه فساد وايش قد بيه خراب. صحيح. وكل القوائم التي كانت تصدر عن العراق تحدث عن الشفافيه الدوليه عندما تتحدث عن التعليم في العراق والجامعات خارج التصنيف الدولي. نعم. يعني مين كانت تصدر دوليه والعالم كله يعرف، المجتمع الدولي يعرف المأساة، لكن كله مساهم ومشارك في هذه الكارثة اللي حلت بالعراق. نعم. الآن على هذا المجتمع، الآن هذه الأصوات، هذول الشباب هم من سيجبر هذا المجتمع لاحترام إرادتهم. يعني أنت ما دام ساكت شعبك ساكت وهذول يسرقون اللي يحكمون العراق ويتحدثون باسم الدين ويتحدثون ويخلوا لك هاي اللافتات، يعني احنا نبني المواطن، يعني الحسين منهجنا في بناء الدولة والمواطن. نعم. والكل يسرق والحسين منهم براء. نعم. يسرقون باسم الحسين ويسرقون باسم الدين ويسرقون بكل شيء، وحولوا العراق إلى مقبرة. نعم. حقيقة مقبرة. نعم. أنت تخش العراق يعني هو هم فرحانين لأنه بنوا كم مول وكم فندق وما هاي الشغلات. نعم. هذه ويعتقدون أنه أهل العراق يقضي حياته بالمول من الصبح لليل وهاي. نعم. وياكل وينام ولا يزرع ولا يصنع شيء. صحيح. ولا يتعلم بشكل ولا يبني بلده بالشكل. نعم. ولا يشار له بالبنان، هذا العراقي يموت يتخبل. نعم. العراقي في كل مكان الا يريد الناس كلها تشير له تقول عنه هذا الانسان الراقي، هذا الانسان المثقف العالي اللي. نعم. اللي خلى بصمته بالتاريخ واللي. صحيح. واللي مسألة حمورابي هو سواها واللي ما عرف منه والري وأول عجلة صنعها هو اللي صنع أول بيت ومجتمع القرية من حوله إلى مدينة، هو هذا العراقي. صحيح. هذا العراقي ما يقبل اللي سوى نظام الري بالعالم وعلم الناس شلون تزقي وشلون تفلح، هذا المواطن ما يقبل، هم يعتقدون أنه يقبل وهذا جهلهم وهاي عقلياتهم التعبانة. لكن دكتور تصريح المجتمع الدولي يفيد المتظاهرين، يعني حالة إيجابية؟ نعم تدويل القضية يعني. لكن عندما تسألني تقول لي يعني من أجبر المجتمع الدولي أن يقول هذا؟ هؤلاء الذين خرجوا، هؤلاء المنتفضين. نعم. هذول اللي انتفضوا، هذا الشباب الجميل، هاي الشهداء اللي ضحى وهذا الدماء اللي سال، هي اللي تجبر المجتمع الدولي. تجبر المجتمع الدولي مو بس هذا الموقف، سيتطور. نعم. الموقف إلى مواقف أخرى، ستفرض قرارات بحماية المتظاهرين والانتفاضة غصباً. نعم. ما عليهم. نعم. والأيام قادمة وستثبت هذا. هذه الانتفاضة ستمضي إلى طريقها، ستمضي إلى آخر هدف، وستزيل هؤلاء كلهم، لأن المجتمع الدولي هم إلى مصالح بالعراق. صحيح. وهي مصالحها كدول ومنظمات وشركات تريد أن تستمر. عندما تتوقف كل هذه المصالح، هذا الشعب من يذهب إلى الأضراب العام
ويشل الدولة، وعاد عبد المجيد يطلع لا توقفون الحياة لأنه الفقراء لا هم الفقراء اللي بالشارع، صحيح. هم الفقراء اللي طلعوا عليك، هم من ضيمهم أنت أفقرتهم، لذلك طلعوا عليك بالشارع، ما يريدون من عندك، هم مبللين ما يخافون من المطر، فهم اللي طلعوا، ذولا هم اللي طلعوا، سيوقفون كل شيء وستتدخل المجتمع الدولي لصالح هؤلاء، من أجل مصالحه مو من أجل هؤلاء. طبعاً. يعني الأمم المتحدة متحدث يعني لوائح حقوق الإنسان هذه كلها مخترقة بالعراق، من سنوات طويلة، لكن المجتمع الدولي ساكت الآن يتحرك، من اللي خلاه يتحرك؟ هذه الانتفاضة وهذا هذا الشباب الجميل. أستاذ عادل، لو نأخذ وكالة رويترز تقول في خبرها 13 متظاهر استشهدوا خلال 24 ساعة، لكن لماذا يلجأ النظام الحاكم على مدى 35 يوم على استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين؟ هو دا يشوف بأن المتظاهرين ما يهتم للعنف اللي تمارسه الحكومة، لكن ليش هذا الإصرار من قبل الحكومة على استخدام العنف؟ كان هو هذا دليل واضح، دليل جدا واضح للكل، لأي شخص، لأي شخص مراقب بعيد أو قريب، أنه أكو طرف متوحش، طرف متخلف ومتوحش وحشي، وطرف آخر مسالم يريد يأخذ حقه، كلش واضح. وبالتالي هذا المتوحش، هذا اللص ما عنده استعداد يتفاهم وياك، أو ما عنده استعداد يتنازل عن اللي سرقه ويحاول يحمي هاي الفريسة اللي يطوقها بكل الوسائل والطرق، وهذا طبيعي. يعني ما احنا ما نتوقع منهم يرمون علينا ورد او يسلمون علينا، بالتاكيد راح يستعملون هذا الطرق. بس اكو ملاحظه انا دائما انساها، انت الدكتور لما تتحدث وانت ايضا سالته عن الفاعل او العامل الدولي. العامل الدولي معلومه لكم، يعني انا لحد اليوم فقط 3 مكالمات من مصادر من منظمات دوليه تريد تتواصل ويانا. البارحة واليوم وأول البارحة وباكر أيضا عندنا مواعيد مع منظمات دولية، يعني خلنا أقول لك حد التوسل. انتبه لي، أنا أقصد هاي الكلمة. بدأوا يتوسلون شلون يلتقون ويانا، وبدينا إحنا نختار الوقت والموضوع اللي نسولف به، مو الموضوع اللي هم يجون يريدوا يسولفون بيه ويكتبون بيه تقارير، لا. نعم. بدينا نفهمهم الموضوع او الفكره او اي قضيه يجون من اجلها، احنا اللي نحدد ابعادها، احنا نحدد رؤيتها، واحنا اللي نقول الكلمه النهائيه، واي كلمه تنكتب غير اللي نقوله مرفوض وغير مقبول. كفو منكم. بالضبط مثل ما قال الدكتور ضيفك، انه العامل الدولي ضروري ومهم، لانه احنا مو معزولين عن العالم. العامل الدولي ياثر كثير، والان شوف شلون بدا يوصل لنا هنا. لا هسه بعد شوي راح يجوني، راح يجونا للخيمه ومحيين الموضوع اللي احنا نريده، مو اللي هم جايين عليه. فمثل ما قال الدكتور، احنا اللي فرضنا على العالم ان يتدخل، افرضنا على كل منظمات حقوق الانسان ان تجي وتراقب، مو بنفسها، لا، تراقب من خلال عيوننا، من خلال افكارنا وقناعاتنا، مو صور جاهزه حاضره براسهم، لا، غيرناها لغيناها. واهلا وسهلا باي شخص ينطلق من منطلق انساني فقط. نعم. وهذا اللي طيب. يعني ارجو ان تبقى معنا دكتور رافع. فاقي الشيخ علي يقول اللي قتلوا المتظاهرين اللي هم القناصة والقتلة، يقول هم الأحزاب. طيب هنا أنا يمكن أني أطرحها بشكل شخصي، إذا كانت الأحزاب تقوم بكل هاي الأعمال، ليش ما تستلم الأحزاب السياسية في العراق وحتى الدينية زمام السلطة في العراق؟ ليش تعمل دائما من خلف الستار؟ هي مستلمة الحقيقة. طيب. مو من خلف الستار. لا، هي الحقيقة هي الحاكمة. يعني هم ذولا بالعملية السياسية منو؟ هم يعني هاي الحكومة. نعم. ليش هو الشعب انتخبها؟ يعني هو الشعب انتخب عادل عبد المهدي مثل ما يقول انتو انتخبتونه؟ هذه كذبة. طيب. وهاي صناديق الاقتراع هذه كذبة كبيرة، والشعب يعرفها،
هم أرادوا أن يختصروا الديمقراطية وحديث عن الديمقراطية بهذه الصناديق. نعم. صناديق المزورة اللي 82% من الشعب مقاطعها. مقاطع. وهم نعم. يقول لك إحنا انتخابات شرعية. شون شرعية؟ والشرعية خلي أقول لك هو هاي الحقيقة واللي نعم. يعرفها يعني أستاذ عادل وكل المنتفضين الآن يعرفوها. الشرعية ليست شرعية أنا خلي صندوق اقتراع واجيب عادل عبد المهدي وحكومه ونوخر عادل عبد المهدي نجيب غيره طيب. وهاي شرعيه هاي مو شرعيه الشرعيه شرعيه الانجاز 17 سنه الشعب العراقي ينتظر شرعيه الانجاز الحكومه شرعيتها من انجازها ايش قد هي شرعيه ايش قد ما تنجز نعم. انجازها هو اللي يدلل على شرعيتها مو هي لانه جت بصناديق اقتراع حتى لو الشعب منتخبها في كل الدنيا تسقط الحكومات لانه غير قادره ان تنجز شيء احنا 17 سنه الحكومات هذه كل اللي تنجزه تجيب الأحزاب وتمولها بأموال الشعب العراقي والشعب العراقي يزداد فقر وذولا يزدادون غنى ويزدادون تغول على الناس وقتل وميليشيات وعصابات وسيارات تحميهم وقوات تحميهم والشعب متروك بالعراء جائع مريض غير متعلم غير مقدم لأي خدمات ويقولوا له أصبر وانتظر وتجربتنا متى تجربتكم شنو تجربتكم شو هذا الشعب ما الشعب تجاربه كثيرة صحيح. يعني دعني فقط أستذكر معك بسرعة دكتور بشكل نعم. سريع نعم. بغض النظر ليس حديثا عن النظام ما له نعم. علاقة نظام نعم. في عام 91 العراق انضرب ضربة قوية جدا صحيح. جدا وكنا نعم. نتذكرها وكنا نعم. عايشين وهذا الجيل ربما ما عاشها لكن هذه حقيقة منو اللي عمر اللي عمر نعم. هم العراقيين صحيح. مهندسين ومعاونين مهندسين وعمال هم ذول الشعب هم ذول الشعب هذا نفسه ذول أولادهم وأحفادهم مو مسيسين ما لهم علاقة بحزب بعث وبحزب دعوة وما أعرف منه ما لهم علاقة صحيح. لهم علاقة بشيء اسمه العراق فهؤلاء قادرين أن يبنون البلد مثل ما بناء آبائهم وأجدادهم صحيح. وهم أحفاد وأولادها هذا الجيل صحيح. اللي يستطيع أن يبني وهو الجيل اللي تمتد حضارة 8000-9000 سنة نعم. وبنى حضارة هاي حقيقة هذا مو أوهام هذا نعم. واقع الحال نعم. فهذول طيب. الشعب العراقي أستاذ عادل بأقل من دقيقة بنص دقيقة شلون تتوقع التظاهرات في الأيام القادمة؟ لا احنا بدينا يعني نحسب أمرنا أيضا هم يبدو استأنسوا بالشغل يقول لك طالما موجودين بالتحرير ويأكلون ويشربون ويسووا أغاني ثورية ودبكات خليهم وهذا أيضا احنا قارينها ومتابعين ومنتبهين لهذه القضية نعم. ما أعتقد راح تستمر هيك ولا راح نوصلها راح ندخل بالاعتصام الكامل هو هذا تقريبا احنا شبه اعتصام بس نعم. راح ندخل بالعصيان الكامل والأيام القادمة بيناتنا الأضراب العالية وشي واحد أريد أقول أخير شيء إذا أكون ربع دقيقة اتفضل اللي يقول الفراغ وما ممكن نتركها للفراغ لا أقول للمستنقع الآسن مالتكم أي خروج منه حتى للمجهول هو أفضل من البقاء به كان نطلع للمجهول وإحنا نفتح المجهول مالتنا ومجهولكم نعرف إحنا أنتم روحوا للمجهول وإحنا مجهولنا واضح ونعرف وين راح نروح. طيب دكتور سؤال أخير سريع جدا توقعاتك للتظاهرات؟ لا هذا اللي وراها هذا الشباب وهذا الفكر وهذا الوعي نعم. وهذا الإصرار وهذه القدرة على التضحية هذا واصل إلى أهدافه إن شاء الله. نعم. وكل أهل العراق يباركوا له كل واحد عراقي شريف يحب العراق يبارك له ويقف وياهم ويقدم لهم كل ما يحتاجوا هؤلاء يعيدون صناعة العراق من جديد هذه الكوكبة الآن اللي نعم. في ساحة التحرير هذه إذا تعيد الحياة للعراق تعيد صناعة العراق من جديد نعم. العراق اللي انكسر هذه الكسرة واللي تصوروا أنه انتهى ومات الآن ذولا أحيوه خرجوه من تحت الرماد لكي يقولوا للعالم أنه قادرين أن نعيد للعراق صورة الجميلة ووجه الجميل اللي ما مشوه بالسكاكين وما مشوه بالطلقات شكرا. والقتل والانفجارات شكرا دكتور إن شاء شكرا الله. شكرا جزيلا الله يبارك فيك مشاهدينا الكرام في نهاية تغطيتنا نتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي شكرا جزيلا حياك الله وإلى الأستاذ عادل حاتم الناشط في تظاهرات بغداد من العاصمة العراقية بغداد شكرا جزيلا أستاذ عادل مشاهدينا الكرام في نهاية تغطيتنا تقبلوا مني وافر الاحترام والتقدير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.